مولود القوس، عزيزي القوس، انت قدام فترة مصيرية مع تجمع الكواكب بمكان لا بأس فيه، الكواكب تاخدك لا محطة مهمة جدا بحياتك، أعمالك بتحملك كل شيء جديد من التزامات، مسؤوليات، تراكمات، وسبب مواقع الكواكب ببرج الجوزاء ببيت الصحة، بيت التحديات، بيت المشاكل. حاول أنك تكون على قد هالتحدي حتى تكون جاهز وتجهز نفسك لبوابة، بوابة ارتباط. أنت على موعد مع شراكة عاطفية، شراكة مهنية، فقط انتبه من الشركة والمشاكل وابتعد عن التحديات. كل الكواكب السريعة رح تدعمك وتخلي تكسب الرهان. ألف مبروك. ممكن توقع على ورقة، ممكن أنك تشتري بيت، ممكن تنتقل لمكان جديد. زهرة الشمس والمشتري الكواكب بتحضرك لمرحلة رغم ضغوطاتها رح تكون مرحلة داعمة، على شرط أنك تجتهد وأنه تركض وتنظم أمورك أكثر حتى تحول السلبيات لإيجابيات. بشطارتك عزيز القوس وقدرتك على تجهيز حالك لسنة كاملة من الشراكات والعقود أو لفسخ شراكات ما بدك إياها، ما كانت لصالحك. المال، العمل، الحب، الارتباط عندك، شرط أنه ما تدخل بمشاكل وخفف عصبيتك. بالنسبة لتحركات الكواكب والقمر لهالأسبوع، عنا القمر المكتمل ببرجك بعده مرافقك من الأسبوع الماضي، نهار السبت بيمرق بسرعة، بيعطيك سرعة خاطر، قوة مقنعة، بتنجح بالحصول على الدعم والتحالف. وبيوصل القمر كمان للجدي يومين مناسبين من بيت المال، الأحد والتنين بيحملوا لك سعادة، نجاح، مكاسب، أرباح، منافسات. رح تلمس التحسن والتطور على نحو كبير وتحصل على أجوبة مهمة بتتعلق بسلفة مالية أو قرض مالي. بينتقل القمر للدلول الثلاثة والأربعة يومين كمان لبيت الشغل، فيه ركض وبدايات جديدة، بدايات مهنية، نتائج امتحانات أكاديمية دراسية جديدة، أسلوب جديد، اهتمامات جديدة ومتنوعة. مشان هيك بشجعك عزيزي القوس أنه تتحرك بجرأة، لأنه حضورك لافت ولابد أنه تحقق بعض الإنجازات المهمة. بتختم الأسبوع الخميس والجمعة مع انتقال القمر للحوت المعاكس، ما يعني أنه يومين متطلبين رح تكون فيهم أشغالك كثيرة، أعطال منزلية، هموم صحية، هموم عائلية، ممكن تمرق بتجربة مربكة وصعوبات. انتبه من القطيعة والمتاعب والفوضى والتأخير. عاطفيا ما تطلع لوراك، ممكن تكون مزعوج إذا طلعت لوراك، لأنه هالوضع بخليك تعاني من وضع متأزم بالعلاقة اللي عم تمرق فيها. في أوقات عصيبة بتسبب لك بخضات عائلية اجتماعية وشخصية، ما تتردد بتلطيف الأجواء، وانتبه من الفوضى والفتور والكلام المبهم يلي بيسبب شوية التباسات، وهذا كله تحت تأثير الزهرة بالجوزاء. العازب، حاول انك ترجع المياه لمجاريها الطبيعية، وانك تصحح العلاقة يلي تزعزعت مؤخراً.